إن هي جربت يا بهايم. جت اللحظة اللي مستنينها من زمان. النهاردة دون عن بقية الأيام لازم نصحصح، لازم عينينا تبقى في وسط راسنا، لازم نبقى جنب البنات، جنبيهم بس يا منصور مش لازقين فيهم. طيب تسلم الأيادي وسيم هينفذ النهاردة. هينفذ ايه؟ معرفش بس هو هينفذ النهاردة. يا فالح ابوس ايدك وضوافرك، وسيم ده عمل لك رسس في دماغك. هسس يا ابو مخ تخين يا مخ الكلبة يا جاموسة. انا سمعته بودني وبيقول انه هينفذ النهاردة. انت بنت تصنت عليه تاني يا فال؟ هيتصنت على مين؟ لو بتسمي اللي انا بعمله ده تصنيت يبقى جمعة الهجان كان بيتصنت، يبقى رأفت الشوان كان بيتصنت. انا بلمع عكر من اجل مصر، افهم. انا زكاوتي ونباتي عمرهم ما خذلوني. تسلم الايادي. هتقول لي نباتك وزكاوتك بيفطوا من عينيك كده، بس تقدر تقول لي نباتك قالت لك هينفذ ازاي؟ الحفله هتبقى زحمه ومليانه حريم عريانه، ودي فرصه بيتمناها نوعين، يا قاتل وسفاح يا مراهق وعايز يرتاح. البركه في مغاوري وابو زيت وجوده، هم ينزلوا الحفله، لكن انا وانت ورديتنا خلصت، يعني احنا دلوقتي في الراحه والانتخه. راحت ايه؟ هم دول يعتمد عليهم؟ يا فالح احنا لو نزلنا الحفله في وقت غير شغلنا والمدير شافنا هينفذنا. وشوفنا كيف؟ انا عامل خطه ما تخرش المي، عمر المدير ما يحس بينا واحنا في الحفله. كلمة؟ ايه ده؟ ايه افتكرتك؟ سوري ما كنتش واخدة بالي. ازيك عامل ايه؟ والله بجد والله العظيم اتخنقت منك وحياة ربنا. والله اتخنقت مش قادرة اتخنق. ايه اللي انت بتعمليه ده اصلا؟ برقص وبخرج وبتفسح مع اصحابي، في ايه يعني؟ اخص عليك كل ده عشان بغير عليك. بغير عليك يعني بحبك جدا اسمعها. بقول لك ايه؟ تعالي معايا الأوضة فوق نقعد نتكلم مع بعض شوية. الأوضة هو ده اللي في دماغك؟ هو ده اللي بفكر فيه؟ شوفه اتغير. مين بيرا؟ يا سلام، رايح جاي كده ولا كأنك شايف. معلش يا بيه ما خدتش بالي. ما خدتش بالك؟ طب فين المخرجين والكليب والحاجات دي كلها اللي وعدتني بيها؟ أنت نسيت ولا إيه؟ انت مالك واخده الموضوع كده ليه على صدرك؟ وبعدين دي كانت ليله حلوه ووقت ظريف قضيناه مع بعض وانبسطنا وخلاص عدى. صدق ان انت بني ادم قليل الادب. زي الناس زي الناس. انا نفسي اعمل زي الناس. انا نفسي اعمل زي الناس. بيقول لك في مره واحد اخرس بلع ريال اتكلم دقيقتين. ايه ده؟ في صرخة أنثى. أنثى؟ يا عمي كان حد بيهزر مع مراته. لا دي صرخة استغاثة. استغاثة؟ طب وجاية منين دي؟ يا نهار أسود، الواد وسيم غفلنا وبينفذ جريمته. يا لهوي، طب أروح أنادي أبو زيد ومغاوري وأجي لك. لا روح نادي أبو زيد ومغاوري وتعالى. طيب. أسيوط في ايه يا فالح؟ ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهم حاجه. حضرتك ده ارهابي كذا،
دخلت لقيته معبط فيها وعايز يقتل. حياة أمي ما هسيبك. ما تخافيش. أنت تعرفيه دوت؟ ده طليه كان عايز يقتلني زي ما حضرتك شفت. ما تسيبوش يا باشا أنا مجنون. اطمني اطمني إحنا هنسلمه للبوليس. هتبيع حبستي يا سماح؟ أه طبعا أمال تقتلني وأسيبك. خلاص خلاص. ما تضرب يقول. صحيح. ما تضرب يقول. بس احترم وجودي يا حبيبي احترم وجودي. الله. أنا أوريك. يلا خدوه خدوه. متفقين. اطلع. يلا امشي. يا جماعة اطلعوا. امشي. سلموني ها. وأنت يا سماح. لم حاجتك اللي في الاوضه ديت عشان احنا هننقلك اوضه ثانيه. حاضر. ما تجيبها اوضتي او اوضتي. وقف في اوضتك منك ليه؟ وهي فالح اللي انت لابسه ده هو انت اللي كنت بتغني في الحفله؟ عجبك ادائي؟ وانت الاخر كنت بتغني معاه؟ لا انا كنت برقص. طب ارقص. بس انا مبسوط منك يا فالح، برافو عليك انك انت قدرت تقبل على المجرم دوت. الحمد لله انها بخير. شكرا يا فالح. روح انت. صح فالح. أنا بجد مش عارفة أقول لك إيه. أنا متشكرة قوي يا فلح. من أجلك يا سماح قبضت على السفاح. طيب استنى استنى استنى. فلح حاجة بسيطة. إيه دول؟ حاجة بسيطة عشان خاطري. والله يا عيب. عشان خاطري. والله ما ينفع. 200 جنيه؟ أنا ما ينفعش آخد أقل من 700. طب استنى. استنى. أنا بهزر معاكي. الرجولة مش بالفلوس ولا بدعك الفانوس. خلي الفلوس معاكي. سلام. طب فالح